مياه نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما رمضان رمضان. مرحبا بكم في فيديو جديد وشهيوة جديدة اليوم ان شاء الله، وانا نحضروا معاكم كالامار معمر بالبلي، يجي رائع ممتاز. هنا عندنا كالامار غسلناه، وهنا عندي البلي، ونقدر اللي بغى يعوضوا بالرز يعوضوا بالفيخميسيل كتجي بحال بحال. وهنا نحتاجوا فيه غنسمو بحال بعطريه الحوت، ابزار، تحميره، الملحه، سكنجبير، انا نسيت شويه الكمون، وغنضيفو والحامضه مصيره والثومه والزيتون الخضر. انا الحار غنستغنى عليه حيتاش ما نديروش، اللي بغى يزيدو. دابا غندوزو نسلقو في الاول البلي هذاك الساعه نكمل. البلي ديالنا درنا مع الماء والقمح مع الماء والملحه باش يغلي، اسمحوا لي اعتذر. دابا نتسناه يغلي حيتاش هو دغيا، وغندوز نحضر الاقامه ديالو. غندير باش فاش كتلوحو سخون كيشرب، هانتوما تقريبا نص معلقه ديال الكمون، باش كتلوحو هو في العطر هو سخون في العطريه كيشرب. غندير نص معلقه صغيره ديال الابزار، غندير معلقه صغيره ديال التحميره، طبعا على حساب الكميه، ما انا عندي هنا ست الحبات. ومازال بغيت نعمر به الفلفله. هنايا انا نسمحوا لي الملح بايدي، غندير هنا تقريبا شي 3 قبيسات ديال الملحه، و غندير سكنجبير حتى هو تقريبا واحد نص معلقه صغيره. ماما انطخ. دابا غنشد هذا المصير، غنحكو صغير، وغنحك هاد نقردو صغير، وغنحك هاد الثومه، وغنقرد هاد الزيتون. قول معنا ترجع كثير. دابا البنات انا كنحك الثومه، تقريبا نقولوا درت شي جوج دروسه مويان، ما يكونش كبار بزاف، بقاش عاود ديجا دايرينها في لاصوص ديال مطيشه. صافي هنا حكيت الزيتون، قرت الزيتون، قرت مصير، سمحوا لي. صافي دابا نمشي نضيف الربيع، قووا شويه من القزبر. ديما الحوت ننصحكم خدموها بالقزبر كيجي زوين. صافي ها هو هذا، راه شويه ونحيدو غير تنفخ نحيدو، ومباشره نصفي هو سخون نلوحو على هاد العطريه. ها هو دابا غلى طاب، نشدو غنصفيه، وقلت لكم مباشره غنديرو في العطريه. نسكرنا مزيان، صافي غنميلونجي. انا نخليوه شويه يبرد، غنحشكو نعمرو به كالامار. عندنا لاصوص موجوده في الدار، درتها فيها الثومه والربيع، ودابا نزيد فيها شويه زيت العود. صافي وغادي ندوز باش نعمر الكالامار، وهذيك الساعه نوريكم النتيجه الاخيره. البنات ضروري تهبطوا شويه باش العماره تهبط لتحت، ديروا لها بحال هكا باش تهبط لتحت، واخا يبقى الفوق خاوي ماشي مشكل، حيت هو فاش يتجمع فاش يطيب تيتجمع. هانتوما انا عمرتها هكا،
نزيد شويه العماره. صافي غادي ندير بحال هكا. نشد واحد الكوتون تيش. ماما انت لا بلاتي. ايوا دابا غنسد دو كوردون، نسدها باش ما تحلش، ما تديرش لنا العماره مع الطوماط ديالنا. صافي نسدها بحال هكا ونحطها هنا. هكا الناس بقينا بالوحده الوحده، تتبقاو حتى تكملوا البلا ديالكم. صافي هادشي لي حتى انا بقيت بالوحده الوحده تنكمل. ولا ماما بغات تحرس. الشكل النهائي ديالنا تاع البلا، هذا هو الشكل النهائي ديالنا تاع البلا. تيخرج من الفران ان شاء الله ونوريكم. هما البنات دابا فاش خرجناهم في الفران هو الشكل النهائي ديالو، باقي سخون هادشي تيتي شهي. نديرو درنا كاسرونه، تعال نديرو فيها شويه الملح، نديرو نوح الكغاطان ديال لي بات ونصفو ونقعد نديرو فيها نغاكم باقي. بس كنطيب لاصوص طوماط عاديه، شويه جوج مطيشات وشويه مطيشات حتى الثومه. دابا ندير لها شويه العطريه، الملح البزار وشويه زيت العود. ساعة تكمل طيب لي بات. الطوماط درنا فيها الكروفيت، وهنا لي بات ديالنا هاهي تغلات، حنا غنطفو عليها دابا. صافي هنا غادي نزيدو شوية الربيح، الكروفيت ديالنا هنا صافي شد فراسو دغيا، حيت أصلا الكروفيت دغيا تيطيب. نزيدو عليها شوية الربيح. هنا نصفيو لي بات ديالنا هاد الدخان. البات ديالنا وجدات، دابا غنكون فوقها لاصوص اللي بالكروفيت والربيع والثومة.
صافي لي بات ديالنا تشرب مزيان ونخليوها ابار حتى نوجدوا لها البيشاميل حتى هي تخشى في الفران. الفران غادي تشوفي نيت هذاك الحوت ديالنا ونخشو مع الكغاطا تاع لي بات. هنا جلات هاي درناها في المول غنخويو عليها دابا بيشاميل. بيشاميل درت فيها واحد نص دامة البنة ديال الحوت. دابا بغينا نحكو عليها المتزارين اللي نخشيها. هنا تاهي ديالنا تاع لي بات كملات، نلوحو عليها الفخوماج صافي وندخلها للفران. موتزاريلا ولا الفرماج الحمر اللي عندكم اللي موجود في الدار ديروها. موتزاريلا تجي ملصقة تجي زوينة. هنا تعدي عجينة ديال الصابلي حلوة بغيت نصوب بها لي طارت حلوين. هادو الدريات راه بحال كيف ما شاركت معاكم هذاك النهار الكيش، العجينة ديال الكيش هذه بحالها، غير هي تزيد عليها السكر. كنديرو بحال هكا زلافة ديال الفرص وكنبقاو نرملوها بالزبدة حتى كترمل مزيان، وكنضيفو ليها بيضة جوج على حساب الكمية باش تجمع لينا العجين. وديما كنعجنوها بصبع يدينا وكدير معاها جوج معالق الى ثلاثه معالق ديال السكر صافي، وكتجمعوا وتخليها ترتاح. دابا هنا غندير فاس جوج ميكاش ونطلقها. دابا نبقاو كنسرحوها. البنات طلقت العجينه، غنشد طابع دائري على قياس المول اللي عندكم. انا هنا غنستعمل هذا المول ونبداو نقطع. البنات دابا وجدوا عندي المولات ديالي الصغار، ندير بحال هكا قبل ما ندخلهم لي طارت. قبل ما ندخلهم الفران غادي ندير الفران درجة الحرارة على 180 درجة وبين تحت، يطيبو عيد شوية ونخرجهم هديك الساعة باش نعمرهم. نص إطرو ديال الحليب غندير فيه جوج معالق ديال مايزينا، ندير فيه واحد فانيا، وسكر حسب الذوق. انا هنا تقريبا ندير شي ثلاثه المعالق ديال السكر. نحركو دوك العناصر باش يتفلحو، حتى شويه يبداو يغلاو عاد ديك الساعه نضيفو جوج صفار لبن. ديك الساعه البنات نتوما لكم الاختيار فاش تبغوا تزوقوا زوقوا باش ما ديسي اللي عندكم زوقوا. حنا دابا راه تنزربوا مع الوقت، مع وقت رمضان تيكون شويه طيب نزوقوا ما والو. وهذا هو الشكل النهائي تاع لي غطان ديالنا. الصحة والراحة. هانتوما دابا البنات دزنا بدينا كندهنوهم من الفوق باش يعطيهم شويه اللمعان. هنايا درنا الليمون مع السكر وخلينا تغلى مزيان، شوف بحال الشكل ديالو بحال كيعقد شويه. كنبداو ندهنوهم، شوف كيجي كيجي كيبري.
غادي نبقاو بهذا الشكل تنكملوا الكميه كاع اللي عندنا. يلا البنات نخليكم مع فيديو جديد ان شاء الله. تنتمنى وما تنساوش اللايك والاشتراك، وحنا ديما معكم في الجديد. وعواشركم مبروكة، ادخل عليكم باش ما تمنيتو. مع السلامة مع فيديو جديد ان شاء الله.